اليوم سنتحدث عن ظاهرة انتشرت في المغرب هذه الأيام، ألا وهي الهجرة السرية التي نتج عنها عدة ضحايا، منها موضوع حياة. حياة طفلة في مقتبل العمر، شابة طموحة تشتغل على عائلتها الفقيرة. ومن هذا المنبر سنتحدث عن وقع هذه المأساة التي تهز المغرب وتهز بصفة خاصة الشباب الذي هو أساس المجتمع، ومنه ننطلق إلى ما هو أكبر. المقولة المشهورة في المغرب الآن: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. الشباب عازفة عن العيش في المغرب. لماذا؟ ما هي الملابسات؟ هل هي مشكلة العمل؟ المشكلة الثقافة؟ أم مشكلة البيئة التي ينتمون إليها؟ هل هو الفقر؟ نريد أجوبة صريحة من الناس المعنية والمسؤولة. حياة كانت متفوقة في الدراسة ديالها، ديما كتجي من الأوائل، وكان الحلم ديالها تولي ضابطة شرطة ملي تحصل على الإجازة. قلت شي ظروفها المعيشية خلت حياة تحاول تخدم وتقرأ باش تعاون والديها، لكن ما قدراتش، كتخدم في العطل فقط لأنها بغات تعطي أكثر لدراستها. فكرت تعيات وقررت تهاجر لإسبانيا وتمشي عند عمتها باش تعاون وتحسن من وضع عائلتها. هذا الموضوع ما قالته لحد، وبالعكس كانت خطبات لأحد الشبان، الكل كان كيوجد العرس ديالها، لكن هي كان عندها تخطيط آخر واختارت الهجرة في زودياك سريع في ملكية مهرب إسباني مع مجموعة من الشباب اللي فقدوا الأمل والرجاء في بلادهم. باش نرجعوا كيفاش وعلاش أختنا حياة كيما مات حياة اليوم غيموتوا بزاف ديال الشباب، لذلك خصنا نحدوا من هاد الظاهرة اللي تفشات في المغرب. نرجعوا كيفاش ماتت حياة. قتلتها البحرية الملكية المغربية بثلاث طلقات متتابعة في الصدر ديالها، وذلك على يد البحرية الملكية في ضواحي سبتة الإسبانية. بين حياة بالقاسم ونجاة بالقاسم، الأولى حاولت الهجرة فتلقت رصاصات أردتها قتيلة، والثانية هاجرت فأصبحت في فرنسا وزيرة. أردت هي حياة أن تعيشي حياة أفضل خارج أرض الوطن، لكنهم قتلوك، اغتالوا حلمك، من ينصبون أنفسهم حماة للوطن. كان معكم مراسلكم من جريدة أصوات جمال الإدريسي. ومن هذه الفاجعة التي صدمتنا وصدمت جميع المغاربة، قررت جريدة أصوات أن تتواصل مع جميع مشاهديها، وذلك من طريق هذا الفيديو الذي يريد أن يصل إلى جميع سكان المغرب، ولما لا إلى جميع أنحاء العالم. المرجو من جميع المشاهدين متابعة القناة والضغط على زر الاشتراك لكي يصلكم الجديد. وفي حالة أي مشاكل أو صعوبات، جريدة أصوات تفتح بابها إلى جميع الناس مهما كانوا وأينما كانوا. وشكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.